الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، كتاب الموطأ، كتاب الصلاة، جامع الوضوء. أحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم كما ترجمنا له قبل ذلك، زيد بن أسلم القرشي العدوي أبو أسامة ابن معين، طبعا ثقة، وأنه لم يسمع من جابر ولا من أبي هريرة. أبو حاتم الرازي قال ثقة، أبو زرع الرازي قال ثقة، النسائي قال ثقة، كان عالما فحلا حقا، ابن سعد قال ثقة، يعقوب بن شهاب قال ثقة، من أهل الفقه والعلم، وكان عالما بتفسير القرآن، وله كتاب في التفسير. ابن عجلان يقول ما هبت أحدا قط هيبة لزيد بن أسلم، صراحة الكلام فيه والثناء عليه كثير جدا، كان عالما فحلا نبيلا، لكنه كان يرسل كثيرا. نعم. على عطاء، وهو عطاء ابن يسار الهلالي أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، أو وقيل أيضا أبو يسار المدني الفقيه. نعم. تتشرف الإسكندرية أنها كانت أيضا دخل فيها. عطاء بن يسار ابن معين قال ثقة، وأبو زرع الرازي قال ثقة، والنسائي قال ثقة، وكان كثير الحديث. مالك قال عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي، وكان ثقة كثير الحديث. قال عن عبد الله بن الصنابحي ابن عبد الرحمن الصنابحي الصحابي الجليل، فالصحيح أنه له صحبة، وهو صحابي مدني. عبد الله الصنابحي هو صحابي مدني. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض. شوف، توضأ العبد المؤمن، في كل جزئية فيها كلام كبير جدا في مسائل جمل من الفقه والعلم في هذا الباب. إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه. يا لا النعمة على الوضوء، هذا الوضوء مهلكة للمعاصي والسيئات، يعني هذا نافع جدا لأمثالنا يغفر الله لنا. قال فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، بعد مكفرات السيئات جاء رفع الدرجات. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال جاءني ربي أتاني ربي في أحسن صورة في المنام، رآه بعين قلبه، أتاني ربي في أحسن صورة، قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا أعلم. قال فأضع يده على صدري حتى وجدت برد أنابله فعلمت كل شيء، فقلت في الدرجات والكفارات. نعم. يقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن، هو هنا الآن أشاد به بأنه عبد، وأشار إليه ولقبه بالعبودية، والعبودية شرف ليس بعده شرف، لأن الله تعالى شرف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، أنه عبد رسول. ولذلك في جميع المراحل، يعني إن كانت المواطن مواطن المعجزات، مواطن التعجيز، مواطن الوحي، مواطن الدعوة لله، كلها الله تعالى يصفه بالعبودية.
قال الله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال الله تعالى فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأيضا في قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، شوفوا كلها على العبودية وشرف العبودية. وقال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. قال هنا إذا توضأ العبد المؤمن قيد هنا، وهذا معناه بأن الكافر إذا توضأ لا يكون له هذا. نعم وهذا صحيح، هذه الفضيلة لا تكون إلا للمؤمن. وهل يمكن أن يستدل بالنص إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت خطاياه بالكلام بالمفهوم هنا أنه يوافق كلام الأحناف بأن الكفار غير مخاطبين بالشريعة؟ لا، بفروض الشريعة لا، ولا ولا وليس لها علاقة بهذا. هنا يقول العبد المؤمن هذا قيد، نعم أن الكافر لو أتى به لا يحظى بهذا بهذه الفضيلة بحال من الأحوال. لما؟ لأنه لا يقبل منه. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منه نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله. هنا قال العبد المؤمن، نقول الحقيقة في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة هم مخاطبون، هم مخاطبون، وهذا ليس حجة للأحناف أن يقولوا ليس بمخاطبين. المسألة فيها زيادة نكال وعذاب عليهم. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، الخطايا من فيه. فإذا استنثر، وهذه أيضا فيها الاستنثار، أن السلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليضع في أنفه ماء ثم ليستنثر، قال فإن الشيطان يبيت على خيشوم. فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أصفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أصفار رجليه. هنا هذا الجميع يقول إذا قال فإذا مضمض تمضمض خرجت الخطايا من فيه، معنى ذلك أن هذه الخطايا يعني كما قال العلماء أنه إذا غسل الوجه خرجت الخطايا من الوجه ومن الأنف أيضا من الفم. قد يستدل بها البعض على مسألة المضمضة والاستنشاق في الكلام عليه، وهذا فصلنا القول فيه في بداية المجتهد لا نرجع إليه هنا. لكن عندما يقول خرجت الخطايا من فمه من أنفه من عينه من أذنيه، هذه فيها دلالة على الجمهور أن الوضوء مكفر للمعاصي الصغائر لا الكبائر، مع أنه قال خرجت الخطايا، الخطايا ألف ولام، هذه مستغرقة يعني كل الخطايا الكبائر والصغائر. لكن الحق أن الكبائر وش اللي هيكون من الكبائر من الفم؟ ما في. هذه فيها دلالة أولا، ويستدل بهذا الحديث على أن النظرة من الصغائر والكلمة من الصغائر وبطش اليد من الصغائر والسماع من الصغائر، إلا أن يكون في مسألة الغيبة والنميمة والكلام على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خرجت الخطايا، خطايا الفلام قد تعم الكبيرة والصغيرة. نقول هنا الخطايا التي تحدث بالفم وتحدث بالعين قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. نعم، فالعين تزني زنا النظر، علم بأن العين هنا زنا العين من الصغائر لا من الكبائر، والفم أيضا من الصغائر لا من الكبائر، والقبل من الصغائر لا من الكبائر. وهذا ليس بقولي، هذا قول أبي هريرة عندما قال الله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال اللمم من اللمم القبلة. ابن عباس قال ما أسعدني على ما قال أبو هريرة، لتعلم أن أنت ما تقول لذلك لا تستهين بالمعصية، هذا ليس استهانة بالمعصية ولا استهانة بالتعدي والتجاوز، بل هو إيضاح حتى يوضع الشيء في موضعه لا غلو ولا دفو. يعني لو رجل نظرة إلى مرأة أجنبية ما يأتي رجل متناطع يقول له أنت فاسق. فهنا الأحكام التي تتبع هذا الباب وأنت تضبط هذه المسألة هي صغيرة أم كبيرة، لما سيتبعها أحكام. فالذي يأتي بالكبيرة ويجاهر بها يفسق. ولما أنا قيدت قلت يجاهر بها؟ يعني لو أتى كبيرة واستسر بها لا يفسق؟ نعم لا يفسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كل أمتي معاف إلا المجاهرين في هذا الباب. فأنت لابد أن تضع شيء في موضعه، تعرف هذا صغير أو هذا كبير. فلما كانت يعني ماء الطهارة يكفر المعاصي فعلتها العين والأنف
والأذن وأيضا الفم واليد، دل ذلك على أنها على الصغائر. وهذه من أفضل ما يكون نعمة على العباد في مسألة الوضوء. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. وهذه دلالة أن العين من الوجه. وهنا يبين لك وقد يستدل بها كما قلنا على أن المضمضة والاستنشاق ليست على الوجوب كما قال مالكية والشافعية. لما العين أو قال بها من الوجه، وأن ما فعلته العين يعني يغفر الخطايا، والاتفاق أنه لا يجوز إدخال الماء في العين. وإن كان ابن عمر كان بيفعل ذلك، هذا تسبب في عماه. فالعلماء يقولون ليست من الوضوء. قال: فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه. وهذه أيضا فيها دلالة على أن الوضوء من حسنات الوضوء، أنه يكفر المعاصي. فإذا فعل ذلك وتوضأ أسقط الله عنه كل الصغائر التي فعلها. لذلك لما قال عمر بن الخطاب: أيكم يحفظ أحاديث الفتن؟ قال حذيفة: أنا أحفظها. قال: إنك لجريء أنت تحفظ، إنك لجريء. فقال: هاته. فقال: فتنة الرجل في أهلي ومالي تكفر الصلاة والصوم والصدقة. قال: لست عن هذا أسأل. قال: ما تسأل يا أمير المؤمنين؟ تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال نعم. فهنا الشاهد أنه قال الصغائر، قال تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، فتنة الرجل في أهلي ومالي، فقال تكفرها الصلاة والصدقة إلى آخر الحديث. فهنا قال: خرجت الخطايا من وجهه ومن حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه. طب إذا انتهى وبفضل الله جل وعلا أسقط الله عنه الخطايا. إيش قال؟ قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. يعني كأنه أراد، الاحتمال هنا كأنه أراد أن الوضوء يكفر ذنوبه كما يطهر أعضاءه من الخطايا، وذلك يوجب طهارة جميع الجسد من الحدث. ثم يكون المشي إلى المسجد وصلاته في هذا الباب إن كانت فريضة نافلة لا يريد له، يريد زيادة من له الأجر. المعنى أنه لما سقطت الذنوب تعالت الحسنات. المشي في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطوة ترفع درجة وتحط خطية. طب الخطايا حطت، يبقى ترفع درجة أخرى معها. فكانت هذه زيادة في الميزان ليرتفع. فإن ذهب للمسجد وجلس، صلى وجلس، يأخذ أجر الثواب والجلوس، لأن الذي ينتظر الصلاة فهو في صلاة. وما زالت الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولذلك قال الحديث عثمان أن صلاته بعد وضوئه تكفر عنه مستقبل، يعني ما سبق أو ما تقدم من ذنوبه. نعم. فهذا الحديث من أرجى الأحاديث، ففيه أن الوضوء يكفر السيئات والخطايا، وأيضا بعد ذلك ما يأتي من طاعات يكون رفعة في الدرجات. معنى أن في هنا أنه يكون رفعة في الدرجات، لأن الحسنات تذهبنا السيئات. قد جاءت حسنة فأذهبت كل السيئات التي عملتها الأعضاء من الصغائر، وهو الوضوء. أتى بالوضوء فكفرت عنه هذه الصغائر، يبقى له أنه من الطاعات التي سيأتي بها بهذا الوضوء ترتفع بها الدرجات. وهذا حديث عظيم جدا، وهو من أرجى الأحاديث. الفوائد المستنبطة: شرف المؤمن في عبوديته أن يلقب بالعبودية، شرف المؤمن في عبوديته. الفائدة الثانية: لا يهلك على الله إلا هالك. شوف، الله فتح لك أبوابا كثيرة من أجل إيش؟ تكفير السيئات ثم رفع الدرجات بعدها. يعني هذا الوضوء يكفر السيئات. فضل الخطى إلى المساجد، فضل الخطى إلى المساجد، فيها رفعة الدرجات. هذه الفائدة الثالثة. انتهينا اليوم أو الليلة من الدروس. لو في أسئلة تفضل. الحمد لله وشكر الله، جمعنا بين الدرسين وما فات منا، يعني ما فاتنا من شيء. نعم، تفضلوا. نبدأ بالفيس. نبدأ بالفيس. ما مقدار حساب الناس يوم القيامة بالسنين وما درجات الجنة؟ يعلم الله جل وعلا. أما اليوم قال في عنه إن الله تعالى قال:
تعرج ما يقطع روح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقدر الله تعالى على ما نفهم نحن تقدير الوقت عندنا والوقت هذا لنا فقط، قال 50,000 سنة. أما درجات الجنة فالجنة درجات، كما أن النار دركات. أعلى درجات الجنة في الفردوس الأعلى. ما هي رسالتك للشباب اليوم؟ أرجو من الشباب يعني أن أن يتمسكوا بالعقل والرشد. وأنا أرى الشباب كثير من الهوجاء وكثير من السفسطة تؤثر عليهم، كثير من الكلام الذي ليس فيه شيء من التعقل أو الرصانة أو قل حتى الديانة يؤثر في كثير من الشباب. أنا أريد من الشباب يعني أن ينتبهوا عمن يأخذون دينهم، وأن ينتبهوا لكل ناعق لا يسمعون له، لأن أتباع كل ناعق هذا يكون إمعة. أنا ما أريد من الشباب أن يكونوا إمعات، لذلك المسعود قال لا يكون أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أفسد الناس أفسد. لا، وطن نفسك على الإحسان، إن أحسن الناس فأحسن وإن فأفسد الناس فأحسن أيضا. لا تكن إمعة، زيلا للناس، يأتيك ناعق يتكلم بكلام يرد الحديث ويرد السنة ويتكلم في العلمانية ويتكلم في أن الكون ليس له رب. هذا كثير من الشباب يسمعون لمثل هؤلاء. أنا جلست مع كثير من أطباء ومهندسين وأيضا محاسبين كانوا قد خلعوا رقبة الإسلام من عناقهم بسبب كلام تافه من رجل تافه لا يعقل شيئا، ليس حتى فيه رصانة ولا شيء من العلم، لكن يعني صادف شن طبقة وافق شن طبقة وافقه فعنقه. فأنا أريد من الشباب أن يلتفوا حول العلماء وأن يأخذ العلم من الراسخين، وأيضا أن لا يسمعوا من أهل من الرويبذات الذين تنبأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال بين هذه الساعة سن خداع وصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن وخون الأمين وينطق الرويبضة فإياهم الرويبذات. نعم عليك أن تتابعي يا عائشة، أنا قلت تابعي، الدرس سيفيدك في هذا الباب، تابعي. تفضل. أتوضأ لصلاة الفجر وألبس الجورب وبعد الصلاة أعود للنوم مرة أخرى وأنا لابس الجورب، هل بقية اليوم أتوضأ؟ لحظة، أنا سأجيبك يا عائشة بس انتظري، تفضل. أتوضأ لصلاة الفجر وألبس الجورب وبعد الصلاة أعود للنوم مرة أخرى وأنا لابس الجورب، هل بقية اليوم أتوضأ وأنا لابس الجورب عادي؟ نعم، تتوضئين وتمسحين، لما؟ لأنك أدخلت الجوارب على الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أدخلتهما طاهرتين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يكون لها مدة يوم وليلة في الحضر. هل يجوز ترك صلاة الجماعة عند الخوف؟ هل يجوز إيش؟ ترك صلاة الجماعة عند الخوف؟ هل يجوز ترك صلاة الجماعة عند الخوف؟ نعم يجوز، هذا عذر من الأعذار تترك بها الجماعة. أسافر يوميا أكثر من 200 كيلو ذهاب فقط وبقصر أو أجمع الظهر والعصر كده تمام؟ لك ذلك. السؤال الثاني، وهذا فضل الله عليك، لك القصر ولك الجمع، وليس عليكم أن تقصروا المصاطي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هو مؤجل شقة في القاهرة بس بيقعد فيها 5 ساعات ويرجع يسافر تاني، هل يجمع المغرب والعشاء مع بعض؟ نعم يجمع المغرب والعشاء طالما وطنه غير هذا المكان. شخص، ليه صديق يرى على الأرض دود أبيض وعندما ينظر إليه كثيرا الدود يختفي؟ وإيش؟ لا، شخص له صديق يرى على الأرض دود أبيض وعندما ينظر إليه كثيرا الدود يختفي. ما أدري هذا رؤية أكيد. خلاص السؤال؟ بس خلاص. خلاص أسئلة؟ لسه. مسألة ذهاب النساء إلى حلقات النساء. حلقات النساء، ما مش عارف ما. لو حلقات النساء في المساجد مثلا، والحمد لله اجتمعنا على الخير وهناك أخت فاضلة تعلمهن. نعم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. عمر يسأل عايز شرح تفصيلي لعورة الرجل وجزاك الله خير. كما قلنا بأن الفخذ ليس بعورة، والعورة المغلظة هي العورة باتفاق، والأحوط أما تغطية الفخذ وإن قلنا ليس بعورة تغطية واجبة لأنه فتنة. تمام. آخر حاجة، أستاذ ملك سليمان بيسلم على حضرتك، بيقول لك مفتقدك وبيستأذنك يكلمك على التليفون. راح الاشاره بس تليفوني انا يعني خلاص ابتديت اغلقه تماما، لكن سافتحه ان شاء الله، يعني الساعه 12 ممكن يتصل بيه، يعني بعد نصف ساعه يتصل بيه هكون راهن الاشاره بعد نصف ساعه ان شاء الله. خلاص اسئله. طب هنا
شغاله النت انقطع. لا لا استمري يا عائشه، لو انقطع اجلسي سبحي حتى ياتيك النت وبعد كده ادخلي. انت دخلتي تاني بفضل الله تعالى. نعم اكملي ما دمت دخلتي في درس، اكملي ولا تضيع الخير. عبد الله شفعي يقول هل يشترط تذكير السيئات يا شيخنا الذهاب الى المسجد ام لا؟ ام لا؟ وبعدين الكلام غير متكامل يا عبد الله. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا ينطق بالكلمه من سخط الله يلقي بها بالا يا ابي يرسم في النار 70 خريفا فكيف تكفر بالوضوء وهي من الكبائر الورود الوعيد عليها، فكيف التوجيه؟ اما التوجيه توجيهان، التوجيه الاول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم خرجت الخطايا من فمه الخطايا فتعم كل الخطايا فيكون الكبيره والصغيره ونؤمل ذلك ونرجوه من الله. التوجيه الثاني هو قول الجمهور صراحه، التوجيه الثاني هو قول الجمهور ان هذا مخصوص. قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرجت الخطايا من فمه هذا عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص، يراد به الصغائر فقط. اما هذه الكلمه التي يقولها لابد من توبه نصوح. رضي الله عنك يا جابر، احسن الله عليك حبيبي. نعم تابعي يا عائشه تابعي ولا تضيع الدروس عليك، هذا خير كبير. لا ربط ايش يذهب الى المسجد؟ نعم كل خطوه ترفع درجه وتحط خطيئه. امراه تقريبا القولون تعبها جدا بعض الشيء كانه ملتهب فاحد لا قصد خروج الريح، فماذا تفعل في الصلاه؟ تقول وهل يصح ان اكون متوضئه من الظهر والعصر واصلي العصر بنفس الوضوء مع العلم انني ادافع؟ هو الان طالما هذا مرض، فان كان انفلات الريح كسلس البول كالاستحاضه، فهي ماذا تفعل؟ لا تتوضا حتى تسمع الاذان، يعني عند دخول الوقت بعد دخول الوقت تبدا تتوضا، فتتوضا وتصلي الصلاه الفريضه ومعها السنن، لكنها لا تصلي به صلاه اخرى، لا تصلي به صلاه اخرى، لان طهارتها في هذه الحال طهاره حكميه وليست طهاره حقيقيه. فاذا دخل وقت الصلاه الثانيه تتوضا، يبقى ما ينفعش تصلي معاه، لا يصح ان تصلي مع الظهر بهذا الوضوء ثم تصلي العصر بهذا الوضوء، لابد تتوضا وضوءا اخر. اذا طلق الرجل زوجته وهي تزوجت بعد ذلك لمن تكون حضانه الاطفال؟ حضانه الاطفال تكون لامها، لام الزوجه التي تزوجت زوجا اخر، لامها. نعم والا فلخالتها. رضي الله عنك يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، احسن الله اليك، حبك الله اذا احتنفي. نصيحه البنات والشباب بوجه عام والام بوجه عام، اسال الله جل وعلا ان يثبت القلب على الايمان وان يجعلنا من الذين يحققون توحيد الرحمن ويسعون سعيا صادقا عزيزا لنصره سنه النبي العدنان، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم نجنا من النيران. اما البنات فانا يعني ادعو واهيب بالبنات جميعا ان يتعلمن امر الدين، يعني الثقافه للبنات مهمه جدا مع تعليم الدين مهم جدا في هذا الباب، لان المراه هي كانونه عاطف، عندما تنضبط العاطف بالحكمه مع العلم ان شاء الله سيكون الخط والسير اعلى ما يكون. وايضا اهام بالبنات باصول خلقيه راقيه، كلما كانت المراه راقيه الخلق، يعني انا اتكلم شويه ما اتكلمش على الالتزام باي حال من الاحوال الان، لان انا اعلم ان قيمه الانسان وقدر الانسان في حسن خلقه. فان كانت المراه راقيه الخلق يعني ساميه التعامل، فهذا سيجرها للالتزام، سيجرها للالتزام. فارجو من البنات هكذا والشباب، اما الشباب كما قلت يعني انا ما اريد يعني انا ما اريد اقول كلمه هو قالها النبي لما قال بين هذه الساعة سن خدعة يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق وتم القائم وخون الأمين وينطق الرويبضة، قال ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه. فتفاهة هذه كيف الشباب يعني يذهبون؟ أنا سمعت والله يعني من ملح الكلام، أنا بنتكلم في مسألة علمية، جاءني الأخ أحمد فقال لي الفيس مقلوب إيش فيه؟ حرب دروس على مغني ومغني ومش مغنيين، المسألة بأسرها ضرب صاجات كما يقولون وضرب صح كده؟ مش هذا باشمهندس مش هو ده اللي حصل؟ قلت له يعني ايش؟ قال يعني المسألة خلاص في انفجار تام. هذا بالله هذه عقول شباب تنتهض بهم الأمة؟ وهل هذا أيضا حتى فيه ذوق راقي؟ المسألة تخبيط، طول ما أنت ماشي في الشارع التخبيط هذا هو التخبيط اللي ماشي مع الناس الآن، يعني معنى ذلك أن أذواق الناس أيضا في الأرض.
يعني مسألة مش ثقافة فقط، أذواق الناس أيضا في الأرض الشعب. نعم، فلذلك أنا أقول إن الشباب يعني أن ينأى بنفسي عن التفاهة، أن ينأى بنفسي عن الرواي بضاد. نعم. ما الطريقة شغلها بذكرة الموطأ؟ أرسل لي بعد الساعة 12، أرسل لي يا عبد الله أو اتصل فيه أقول لك. شغل كتاب الاستذكار شامل جميع. نعم نعم، يعني طبعا أغلب أخوان الفقهية كتاب الاستذكار هذا ذهب خالص. أي طالب علم لا يقتني كتاب الاستذكار هو فقير جدا في العلم. كتاب الاستذكار طبعا كتاب التمهيد على الفرق بينه ومسألة الاهتمام بالأسانيد. هذا كتاب من أمتع الكتب، من أمتع الكتب. وبداية المجتهد الذي نشرحه فضل يوم الجمعة، بداية المجتهد أكثر الأقوال الذي ينقلها ابن رشد هو يعتمد دائما على ابن عبد البر. هل يشترط تكفير سيئات يا شيخ الذهاب من المسجد أم لا؟ رابط بين الوضوء والذهاب للمسجد. نعم، هو ما يشترط، لا ما يشترط، هو بيقول فاصل. شوف الآن كلما توضأ مضمض استنشق غسل وجهه السيئات تتساقط. قال إذا تساقطت السيئات بقيت الصحيفة عندك بيضاء نقية، فعليك كل ما سيأتي من طاعات الآن رفع في الدرجات. غفر الله لك يا زول. ما أقول، ما ماذا أقول لك؟ ماذا ماذا ماذا؟ غفر الله لك يا زول، احنا انتهينا الآن، سنسلم عليك الآن ونمشي. غفر الله لأهل السودان، أنتم في نوم، يعني النوم هنا مشكلة، المشكلة الكبيرة إذا ابتدأتم في النوم لا تقومون. أين أنت؟ نحن انتهينا من الدرسين الآن وفاتك ما فاتك، أرجو أن تستدرك ذلك. رب يحفظك يا محمد يا نظمي، نسأل الله أن يرفع مقامك وأن يحسن إليك وأن يفعلك الأمة الإسلامية. أنا أقول طالبة العلم مبتدئة تعلمي من الراسخ، إن أردت نصيحتي تعلمي من الراسخ، يعني الراسخين في العلم، هذا يفيدك جدا، لكن أيضا خذي صغار المسائل لا كبار المسائل. كان الله في عونكم، كان الله في عونكم، لكن شنو تتأخر عن الدرس وتأتي عندما نسلم؟ عامة الحمد لله أنا أسعد ما أكون بأن الله يعني يكون لك بالثناء الحسن في الملأ الأعلى. قال النبي، قال الله تعالى: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، ففزت بهذه بفضل الله، والمسألة نوايا، الله يتقبل يا زول. جزيت الجنة سعيد، أحسن الله إليك، أرفع مقامك وأحسن الله إلى جميع الطلبة، وإياك حبيب. أمين 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 أمين. إني أحبكم جميعا في الله، أستسمح حضراتكم وأستميحكم عذرا وأستأذن الآن، قد من الله علينا بختام الدروس الليلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.